حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في بث مباشر يأتيكم من مدينة بركان. اللقاء الذي سينطلق بعد لحظات يجمع الفريق المحلي فريق نهضة بركان والخصم اليوم فريق المغرب التطواني، مواجهة من المواجهات القوية عن الجولة رقم 29. التشكيل كما نتابع مشاهدينا، والبداية بالفريق المحلي فريق نهضة الرياضية بركانية: محسن يجور، محمد عزيز، العربي الناجي، حمدي العشير، عمر النمساوي. فيما الطاقم التحكيمي اليوم: البدلة الزرقاء، السراولة السوداء، الأسماء معروفة، سمير القزاز حكم الساحة. بالنسبة لغرفة الفار كما نتابع الحديث هنا على سليمان العاطفي وأيضا بشرى كربوب. فيما من جانبه فريق المغرب أتلتيكو تطوان يدخل بالأسماء الرسمية الآتية: يوسف بوشتاي حافظ على الكره ديالو، تحضير وتهيئ عن طريق عادل الحسناوي، كره اماميه بركانيه، كره ممتازه، جول جول بركان ينطلق اليوم، والهدف الاول، الهدف الاول هنا بمدينة بركان، 1-0 البرتغالي يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف عنوانه مثير لرفع قيمة وقوة هذه المواجهة. 1-0 هنا في بركان، الانطلاقة والدخول والاختراق داخل منطقة الجزاء لما حضرناه لقمة مهمة. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، الراسية من محمد عزيز، الكرة تعود من جديد لصفصافي، ومحاولة الجهة اليمنى، صفصافي، صفصافي يحاول يمر، صفصافي توفيق، ممتازة داخل منطقة الجزاء، رد الفعل، لا لا لا، كان بإمكانه أن تحمل الجديد توني إي جي ماري جوي، كان بإمكانه أن يضعها في المرمى معلنا على هدف التعادل. التطوانيين ما نزلوش من الجهة اليسرى، تمرير قد يحضر في هذه اللحظة، تمريرة كان بإمكانها أن تقدم الجديد، زكريا حدرافي اختار الزاوية أفضل، يهدم، يريد أن يسجل، كرة لزكريا حدرافي العامة داخل منطقة الجزاء، راسية من توفيق الصفصفي، إمكانية إعانة الكرة من جانب، مرة أخرى إنقاذ الموقف وتدخل سيكون ربما الحارس، نعم، لمن؟ لمحمد عزيز، ينطلق، كرة لمحسن يجور، محسن يجور يبحث لتأكيد الحضور، كان بإمكانه المرور لكن للنيجيري جيماريجوي يلعب كرة أمامية ومباشرة إلى خارج رقعة الميدان. 1-0 العنوان، محسن يجور يحاول يمر، محسن يجور، محسن يجور، كورته في التماس، التماس يجي في هذه اللحظات من جانب فريق النظرية البركاني مع سقوط اللاعب زكريا حدرف، يكون بذلك سجل الهدف رقم 31 في الدوري الاحترافي لكرة القدم، 31 هدف يخليه أيضا مهيئ بشكل ممتاز. يدخل محسن، محسن يجر، عنوان لتسجيل هدف، لكن كرة الماضية تضيع، كرة كان بإمكانها أن تقدم الجديد، محسن يجور عنده كرة مهمة لكن في آخر مطاف لم تقدم الجديد. نشوف هنا انطلق، هنا كان بإمكانه يصوب ولكن تقديره للكرة ما كانش بشكل جيد ومباشرة إلى خارج رقعة الميدان. كرة مهيئة من الحارس حمزة حميان لتنفذ هذه الكرة، تغطية من جانب محمد عزيز، كرة ملعوبة على مستوى الخطر الأمامي باتجاه زيد كروش، زيد كروش يلعب كرة داخل منطقة الجزاء كان بإمكانه أن تقدم جديد. يسعد لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس رضا بوناغا، كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، محاولة ممتازة، ممتازة، التصويب، التصويب، لكن هنالك تغطية ويتدخل الحكم، يقول هنالك مخالفة، هنالك مخالفة، هنالك سقوط داخل منطقة الجزاء كما هو واضح. ونعتي لعب محسن يجور بتمريرة من ذهب للعب حمد العشير، كرة ممتازة، مصطفى اليوسفي، مصطفى يا مصطفى، هنا إعادة الكرة من جديد من يوسف الوري داخل منطقة الجزاء، مارتين بينغوا والحارس في مكان مناسب يتمكن من الكرة في اللقطة الماضية. نعود من جديد، نادي يختار إعادة الكرة للخلف، إشراك في يد العمل حمزة الموسوي، كرة ممتازة لمصطفى اليوسفي، مصطفى اليوسفي ممتازة، الحارس في مكان مناسب، بين العملية الهجومية يمكن يترفع الكرة داخل منطقة الجزاء لكن هنالك
حاول للمرور من جديد برتقالية بكر الهلالي، بكر الهلالي حاول يمر، كرة ممتازة، التصويب ممتازة ولكن في آخر مطاف إلى خارج رقعة الميدان. زيد كروش يغير تماما، فرصة من الجهة اليمنى لبكر الهلالي، بكر الهلالي تصويبة ممتازة. المغرب التطواني اليوم بإمكانه أن يعود في أي لحظة، وفريق نظرية الأمريكاني أيضا بإمكانه أن يقدم عرضا قويا. من جنب معنا فريق النظرية الأمريكانية، محاولة دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة فرصة ولمست يد ضربة جزاء يقول الحكم. نشوف هنا اللقطة، ويبحث لتسجيل الهدف العاشر سيجعله يرتقي ليكون جنبا لجنب رفقة رضا جوج لاعب فريق أولمبي كوريبكا، وأيضا عبد الصمد مباركي لاعب فريق نهضة الزمامرة. غير ذلك نشوف الحارس أيضا ردة فعله ممتازة، هدف من محمد عزيز الهدف العاشر. ممتاز الحارس أيضا رضا بونقا، مشى مع الكرة بشكل جيد، مشى مع الكرة بشكل جيد، والكرة جميلة. محمد عزيز ممتازة، الحارس في المكان المناسب، الحارس في المكان المناسب. كرة ملعوبة مرة أخرى، تصويبة لقطة جيدة، لقطة جيدة من زيد كروش، كان بإمكانه أن يضعها في المرمى. كرة في الزاوية لصالح عناصر فريق نهضرية الأمريكانية، عمر نمسو يرفع كرة داخل منطقة الجزاء راسية، مسألة فرصة 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 مواتية، كرة الهدف، كرة الهدف، نعم توفيق الصفصفي، جول 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 تطواني، مصطفى اليوسفي يضع الكرة في المرمى، يحمل من خلال الأماني، يريد أن يعود أن يعيد أن يعيد تطوان في مباراة اليوم. العديد من الفرق اليوم أمام النظرية الأمريكانية، هنالك طموح، هنالك رغبة، نشاهد أن العملية الهجومية الاختراق الاختراق، والحارس في آخر المطاف يتمكن من هذه الكرة. لأنه مباراة هامة بين فريق النظرية الأمريكانية وفريق المغرب التطواني، محسن ياجور تمريرة ممتازة زكريا، وكل جول ثالث ثالث للبرتغالي، للبرتغالي اليوم الذين يتمكنوا من تسجيل ثالث الأهداف. الآن نشوف جمال دريدب والإدارة التقنية زوران، كرة ممتازة بركانية، جول الرابع، الرابع يأتي في هذه اللحظات، الرابع يأتي في هذه اللحظات، بركاني بركاني، نعم البركاني بركاني يحمل الأماني ويسجل أربعة أهداف. يبحث لرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة ممتازة ولكن هنالك الحارس في المكان المناسب، يأمن، يحاول يبعد كل الخطورة. كرة مهيئة ممتازة داخل منطقة الجزاء، فرصة لمحسن ياجور، محسن ياجور يأتي نفسه للتصويب، كرة جميلة لزكريا، كان بإمكانها أن تكون في المرمى لكن التغطية من جانب الدفاع تعود مستمرة. حمزة موسى وينطلق بهذه العملية الهجومية ممتازة، فرصة 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 للتمرير داخل منطقة الجزاء، مصطفى مصطفى اليوسفي كانت عندك فرصة رائعة لوضع الكرة في المرمى. والآخر بتخطأ تابيتا تنفذ، أوهو جميلة جميلة، كان بإمكانها أن تكون في المرمى. يلعب لتوني، توني يا توني، توني يا توني في اتجاه مصطفى اليوسفي، مصطفى اليوسفي رجع بالكعب، مساوي العمى ممتازة ممتازة، يضيع يضيع عادل الحسنوي. وأقل من ذلك كرة ملعوبة، تصويبة ممتازة قوية كان بإمكانها تحمل الجديد، لم تقدم المطلوب. وفي هذه اللحظات يعلن الحكم سمير قزاز على نهاية تفاصيل هذه المقابلة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فريق النظرية الأمريكانية يحقق الآن بالنسبة له في انتظار معرفة النتائج الخاصة بالفرق الأخرى لتتضح الأمور بشكل كبير. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المعاينة والمتابعة، نلقاكم في مباراة مقبلة بحول الله.